ايه يا اوشا، ايه محتاس في ايه؟ قالوا لي انك عايزني. بدور عليك من الصبح يا صاحبي، انت فين؟ سمني كده الاول ها، وقول لي ايه رايك. عايزك بقى تدخل لي النت واخد لي بالك، وتفتح لي الواتس والفيس عشان اتابعك يا نجمي. يا حبيبي ايه ده تليفون سيم من ابو كشاف ده، ما فيش، مش ممكن يخش النت، ده بالكتير يخش صيانه. عم احمد اللي بتقوله ده بص كويس، ده هو اي 4 سي اف اخر موديل، واخد لي بالك علامه التفاحه ايه يا ابني؟ علامه التفاحه ايه ده؟ ستيكر ده بيحطوه على اي حاجه، ده محطوط على كراسي القهوه اللي بنقعد عليها. ده جايبه بكام ده؟ ده انا بعت دهب امي والمكن عشان اجيبه، 8000 جنيه من لحم الحي يا صاحبي. بس الراجل عمل معايا واجب جامد كمان، ده هو بيتباع في اي حته ب 10 وب 12 يا عم احمد. يا ابني انت صدقت؟ طب ده كده اتنصب عليك. ايه ده؟ طب فين العلبه والشاحن والحاجات؟ جديد يا عم احمد، كله خلاص ما بيجيش في علبه، بيجي في كيسه، وما بيجيش بشاحن لان هو بقى مشحون اسم المصنع. اصل هو بيجي متهرب عن طريق ليبيا، فعبال ما بيجي بيكون العلبه خلاص بيجي بري، واخد لي بالك؟ فبتبقى خلاص العلبه. هو وداك ليبيا؟ ايوه. وجابك بري؟ ايوه. تبقى العلبه خلاص. يا ابني انت اتنصب عليك، انت اتعامل معاك الصح. انت عبيط؟ ده تليفون صيني ما يسواش 100 جنيه وغالبا مسروق. اوشا انت جايب ده منين يا اوشا؟ يا عم احمد انا جايبه من الولا كوكو اللي بيقف على الناصيه بره البلاتود اهو. طب يلا بينا نروح له نجيب لك فلوسك. لا يا عم احمد خلاص حصل خير، استعطت ربنا خلاص. ايه ده؟ ايه يا ابني انت مالك قلبت غلبان كده ليه؟ انت مش تقول كوكو؟ قوم وريني كوكو ده فين؟ يا عم احمد بلاش كوكو يا عم احمد، لان هو عارف يعني مجنون كده وهي. لا 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 حبيبي، مجنون على نفسه. اوشا بص يا اوشا، انت الظاهر لسه ما تعرفنيش. انا يا ابني انت عارف بيجيبوني دوبلير ليه؟ ليه يا عم؟ علشان خاطر انا اللي قلعت الشيطان في قلب الغيطان. ها؟ وانا اللي بعت الصياعه في وسط البضاعه، مش قريت الخبر؟ ايوه. انا اللي عامل العامله السوداء دي. انت عم احمد؟ يلا يا اوشا، اوشا عايزك تفهم ان النصاب ضعيف. النصاب ضعيف، ها؟ لو كان قوي ما كانش عمل الحركات الهبله دي، اول ما نشخط فيها يدينا فلوسنا وياخد تليفونه في وشه. قوم يلا. مسامح كريم عم احمد. انا مش عارف بس يا ربي، انا مضطر ارجع للشقاوه وقله الادب تاني. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه يا دنيا بتعملي فيا كده ليه؟ ليه ترجعيني للغلط؟ يلا يا ابني يلا، جاي لك يا كوكو. قوم ياض. ايه يا ابني مالك فيه؟ قعدت تقول لي النصاب ضعيف، النصاب ضعيف، قلت منك يا صاحبي المره دي. لا انا قلت لك النصاب ضعيف اه، لكن كوكو ده مش نصاب ومش ضعيف. شفت قعدنا اتكلمنا مع بعض ازاي؟ ده ظريف جدا والله. بعدين التليفون تحفه يعني، انا اقتنعت بيه. يا عم احمد التليفون مش اصلي، يا عم احمد طلع مش ايفوره ولا حاجه، وكوكو طلع نصاب. اخرس، ما تجيبش سيره كوكو على لسانك. كوكو ده اشرف مش شرف.